وخطاب من المحب إلى الحب في زمان أصبح فيه الحب سلعة رخيصة، إلى كل شاب يشتكي من هجر حبيبته له، إلى كل فتاة تحزن من بعد عشيقها، إلى كل اثنين شربا كأس الغرام سويا، سهرا ساعات طويلة من الليل، تجرع الغصص والآلام، إنهما يحبان بعضهما حبا كبيرا، لكن لماذا هذا الألم الذي يجدانه؟ إلى كل الشباب والفتيات، أنتم الآن تشاهدون هذه الصورة وتطرق مسامعكم هذه الكلمات وتحس قلوبكم بذلك الشعور الغريب. أنا سميرة المسكينة أروي لكم قصتي من داخل غرفة صغيرة وبجواري طفل رضيع مراد وهو نائم، أكتب كلماتي والحسرة والألم يفتكان بفؤادي. كنت ككل الفتيات أحلم بذلك الحلم الوردي الجميل عندما ألبس فستان الزفاف وعندما أدخل إلى عش الزوجية السعيد، حتى رزقني الله بزوج صالح وتحققت الأمنيات وعشت معه أجمل حياة. أقسم لكم أن كل لون كنت أراه بجوار زوجي كان جميلا، وكل صوت كنت أسمعه في داخل بيتي كان رائعا شجيا. رزقنا الله بفتاة جميلة أسميناها فاطمة، ملأت البيت فرحة وسرورا. كان زوجي غانم يعمل في شركة لا بأس بها، يتقاضى منها مرتبا عاليا، وكنا نعيش في فضل من الله ونعمة. يعود الزوج من عمله فإذا المنزل مرتب جميل، وإذا السكون يكتنفه، فأستقبله عند الباب بقبلات الدافئة فيقول لي بصوت حنون: هل صليت يا سميرة؟ فأقول نعم، وأسارع بخلع معطفه وثوبه وأهيئ له حذاء الخلاء ليغسل وجهه بينما أنا أعد مائدة الغداء. مرت الأيام الحلوة وأنا لا أزال أشعر بحلاوتها حتى الآن. كانت لي جارة تدعى ليلى، وكانت مدرسة ماهرة، وكان لديها جهاز كمبيوتر، وكانت تكثر من الدخول على الإنترنت. كنت أزورها باستمرار فأجدها تتحدث على الشات. لقد أخبرتني أن لها أصدقاء وصديقات في الإنترنت، وشجعتني على أن أطلب من زوجي شراء جهاز كمبيوتر وإدخال النت إلى المنزل. مرت الأيام وفي كل يوم أجد ليلى تتحدث عن أصدقائها وعن الحب والغرام معهم، وكيف أنها تتسلى في وحدتها في البيت مع هؤلاء الأصدقاء عن طريق الإنترنت. عرضت الفكرة على زوجي فرفض بادئ الأمر، ثم وعدني بعد مجيء المولود الجديد. ومرت الأيام سريعة فرزقنا الله بمراد، واشترى زوجي لي جهاز الكمبيوتر. كنت أستغل وقت ذهابه إلى العمل ووقت نزوله إلى الصلوات في الدخول على الإنترنت والشات. كان زوجي يملأني حبا وحنانا، وأشهد الله سبحانه أنه لم يقصر معي في يوم من الأيام. في كثير من الأحيان كان يدخل زوجي علي فجأة فأرتبك وأحاول إغلاق الصفحة التي أمامي، فيقول: ما لك يا سميرة؟ فأقول: لا شيء، لكن يبدو أن الجهاز بطيء. يبتسم زوجي ويعود إلى هدوئه. كنت أتعلم عند ليلى على كيفية الكتابة وإرسال واستقبال الملفات والصور، وبدأت منذ تلك اللحظة أدخل إلى عالم الآلام. صحيح لقد بدأت أفرط في الصلاة كثيرا وأحيانا أتركها بالأيام، وكان زوجي يعاتبني كثيرا. مرت الأيام وتعرفت على شاب في الشات رمز لنفسه بحرف إم المعذب. كان يسكب علي كلمات الحب والغرام سكبا، يأسرني بهدوء صوته ونبرته الحنونة. كنت في كثير من الأحيان أراجع نفسي وأقول: اتق الله يا سميرة، إنك الآن تخونين زوجك، ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والحب الكاذب كانوا أقوى مني. وأنا أقولها بصدق، لو كنت قريبة من الله لكنت الآن أقوى منهم. لقد بدأت أهمل المنزل كثيرا، وربما يعود غانم من العمل فلا يجد شيئا مرتبا، حتى ابني الصغير ربما تركته ساعات طويلة يبكي فلا أردعه لانشغالي بمحبوبي في الإنترنت. كنت أتعجب من نفسي كثيرا وأنا أستمع لكلمات فتى الشات، إن زوجي يقول لي أكثر من هذا الكلام، ونبرات الصدق في صوت زوجي واضحة، لكنني لست أعلم لماذا أحببت هذا الفتى كل هذا الحب. هل لصوته؟ هل لحنانه؟ هل لكلماته المعسولة؟ لقد كنت أتمنى أن أرى صورته. أقضي الساعات الطويلة أمام الجهاز، ويؤذن المؤذن ويناديني داعي الإيمان، ويناديني داعي الإيمان في قلبي، فأجد نفسي متثاقلة بطيئة. كان الخوف من الله في قلبي قليلا بسبب بعدي عن القرآن والصلاة وصديقات الخير، كما أنني أعتقد أيضا أن زوجي لم يكن يعنفني على ضياع الوقت، وكان قد ترك لي العنان دون محاسبة لما أدخل عليه في الإنترنت. لقد تعرف ذلك المعذب علي وعلى اسمي وكل شيء في حياتي،
وقد أخبرته بأنني أجد السعادة مع زوجي ولست بحاجة إلى أمر آخر، فكان كثيرا ما يقول: ولكن الحب له طعم آخر. أرسل مرة صورته إلي عن طريق البريد الإلكتروني، وكنت أنظر إليها مبهورة، مبهورة من نظرات عينيه التي ملأها الشيطان حبا وغراما، وحركة أصابعه التي وضعها على خده كالحزين أو العاشق، وبدأ التعلق يتغلغل في قلبي. لقد بعدت عن الله كثيرا، تعددت تلك الليالي التي كنت أسهر معه فيها على الشاشة عندما يكون عند زوجي وردية عمل ليلية، وأخبرته بأنني أصبحت أحبه أكثر من نفسي، وأتمنى أن أقابله مع أنني أخشى من هذه المقابلة ومترددة فيها. فكان يشكر لي هذه الأمنيات ويقول: أنت أحلى فتاة في الدنيا. كان يكذب علي وأنا أعلم أنه يكذب، لكن تلك الكلمة كانت تؤثر في. لقد نسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نسيت القرآن الذي كنت أقرأه والأحاديث التي كنت أسمعها في إذاعة القرآن الكريم عندما بدأنا الحياة أنا وزوجي غانم. لقد ضعفت كثيرا يا أحباب، وأصبحت أسيرة لذلك العاشق. إنني أبكي الآن وأنا أكتب هذه الكلمات. سأخبركم بنهاية الحب المأساوية، الحب الكاذب. نعم يا فتيات الإسلام، نعم يا شباب الإسلام، نعم يا كل عين تقرأ قصتي، ويا كل أذن تسمع قصتي، ويا كل فؤاد يحس بقصتي. كل حب لا يكون في مرضات الله فهو آلام، كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف. لقد أعطاني ذلك المعذب رقم هاتفه المحمول، وطلب مني في أكثر من مرة أن يسمع صوتي على الهاتف لأن له طعما آخر غير صوتي في الكمبيوتر، وكنت أعلم أنه يريد معرفة الرقم الذي سأتصل منه، وكنت أتردد كثيرا حتى جاء اليوم الذي أخبرني فيه زوجي بأن شركته ستنتدبه في عمل في مدينة أخرى لمدة 3 أيام. فرحت كثيرا مع أنني تظاهرت بأنني حزينة، وكان زوجي يقول لي: لقد تغيرت يا سميرة، إهمالك للمنزل وتضييعك للصلاة وعدم تربيتك لابنتنا فاطمة حتى معاملتك لي، وأنا الذي أمنحك من الحب والحنان ما لم يمنحك أحد غيري، أصبحت سريعة الغضب، يرتفع صوتك كثيرا بدون سبب، وكل هذا أظنه من بعدك عن الله. وكنت أجيب دائما: لا شيء، أنت لا تعرف الحياة وتربية الأولاد، أنت لا تعرف الحياة وتربية الأولاد، إن تنظيفهم وتغيير ملابسهم كل هذا يأخذ من وقت الشيء الكثير. كنت أعلم أنني أكذب عليه وهي حجج واهية. أخذني زوجي وأولادي وأوصلني إلى منزل والدي، ثم ودعنا وسافر. مرت ساعات حتى جاءت صلاة العصر، فطلبت من والدتي أن تبقي الأولاد معها ريثما أنزل أنا إلى سوق قريب لشراء بعض الأشياء، وخرجت لوحدي في أول مرة في حياتي بعد زواجي. نعم، كنت أشعر بشعور غريب، أحس كأني وحيدة لا أحد يعرفها. لم يخطر ببالي لو حدث لي مكروه كيف سأخبر أهلي. كنت أعلم أن في إسلامنا أن المرأة لا تخرج بدون محرم لأنها جوهرة مصونة، فلا بد أن يكون معها من يحفظها ويصونها. كنت كالمجنونة التي أصيبت بداء الحب، بحثت عن كابينة اتصالات وأخرجت الرقم من شنطتي وبدأت أضغط الأرقام. 1، 2، كانت أصابعي ترتجف، يا ترى من سيرد علي؟ وبدأ جرس الهاتف يرن، وفجأة جاء صوته العذب الجميل: نعم، من معي؟ فقلت: أنا حبيبتك سميرة. لم أستطع أن أتمالك نفسي من سيل الكلمات الغرامية التي صبها علي ذلك الرجل في سماعة الهاتف: أين أنت؟ وصفت له المكان تماما وانتظرت في الخارج. كنت أتردد كثيرا، هل أهرب؟ هل أعود إلى بيت والدي؟ أم أنتظر حتى أقابله وعلى الأقل ربما أحظى منه بنظرة واحدة؟ بعد ربع ساعة تقريبا توقفت أمامي سيارة فخمة، ونزل الزجاج شيئا فشيئا، وفجأة ظهر في مقعد السائق صاحب المعذب. تأكدت من ملامحه، إنها نفس الملامح التي رأيتها في الصورة. لم أصدق، كنت مذهولة. فجأة قال: اركبي يا سميرة. لم أكشف وجهي له حتى الآن، وترددت في الركوب، فألح علي وقال: أرجوك حبيبتي، سندور بالسيارة في وسط المدينة سريعا وسنعود إلى مكاننا. وجدت قدماي تتجه ببطء نحو السيارة، فتحت الباب وركبت بجواره. آه، لقد ركبت سفينة الأحزان. تذكرت زوجي وخنقتني الدموع، تذكرت أمي وأبي وإخوتي. كنت صامتة، وبدأ يكلمني بهدوء وحنان: سميرة حبيبتي، ما لك؟
ثم رفع الغطاء عن وجهي بقوة ونظر إلي وقال: آه كم أنت جميلة. كانت الدموع تنزل من عيني ببطء، وأنا أشعر أن غطاء وجهي لم يرفعه أحد غير زوجي. كيف سمحت لنفسي أن أكون في هذا المكان؟ أخرجتني من ذهوله كلماته: سميرة، أول مرة تركبي مع واحد؟ قلت: نعم. قال: لا تبكي، لا تخافي، أنت تحبينني، ألم تقولي لي هذا الكلام في الشات؟ قلت: نعم، لكن أرجوك أنت تعلم أنني متزوجة وقد يرانا أحد. قال: لا تخافي. وبدأ يزيد من سرعة السيارة، وبدأت النبضات تتسارع في قلبي. قلت: أين أنت ذاهب؟ نظر إلي بخبث وابتسم ابتسامة غريبة وقال: قلت لك لا تخاف. بدأ يمر في شوارع المدينة بسرعة واتجه نحو الطريق السريع. خرجنا من المدينة، بدأت أبكي، لقد وقعت في الفخ. تذكرت عندما كنت صغيرة في بيت أبي، البراءة تعلو وجهي والطهر يملأني. تذكرت عندما تقدم غانم لخطبتي، تذكرت ليلة عرسي فسام زفافي، هل ترى سأدنسه هذا اليوم؟ بدأت أبكي بكاء شديدا. أنا السبب، أنا السبب، كنت أصرخ وكان هو يبتسم. وصلنا إلى مزرعة بعيدة عن المدينة، استقبلني ثلاثة من الشباب الأقوياء، كانت وجوههم قبيحة ما أن توقفت السيارة، حتى سحبوني بقوة وبدأوا يشتمونني بأقبح الشتائم، وأنا التي لم تسمع أذني سوى أجمل الكلمات من زوجي غانم. بدأوا يضربونني، كنت أنظر إلى ذلك المعذب نظرات أستعطفه بها. بدأت أصرخ وهم يمزقون عباءة طهري التي والله ما عرفت الحرام في يوم من الأيام. هل هذا هو حبك؟ هل هذا هو حبك؟ كان يبتسم ويقول: بشويش يا شباب على الفتاة، بشويش يا شباب على البنت الحلوة، وتزيدهم هذه الكلمات عنفا وقسوة. آه لقد أظلمت الدنيا أمام عيني، أنا السبب. لا، ليلى هي السبب. لا، الإنترنت هو السبب. لا، الشات هو السبب. لا، ذلك المعذب هو السبب. لا، أنا السبب، أنا السبب. فرطت في طاعتي لربي، أغمضت عيني، تذكرت ابنتي فاطمة. آه يا طفلتي، لو علمت أن أمك الآن بين أنياب هؤلاء الذئاب. آه يا ابنتي، لو علمت. وتذكرت كلماتها وهي تسحبني من على كرسي الإنترنت وتقول: ماما، ماما، ليش ما تجلسي معي زي الأول؟ ماما، لماذا لا تكلمينني مثل الأول؟ بكيت بحرقة. وتذكرت غانم وهو يمسك بيدي بلطف ويقول: لماذا تغيرت يا سميرة؟ لقد فقدت ابتسامتك الجميلة. تذكرت مراد عندما كان يبكي وأنا لا أبالي ببكائه، فقد سحرتني شاشة الكمبيوتر. تذكرت المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنا في لهوي منشغلة لا أجيب نداء الله. الآن جزائي ما أرى، فقدت طهري، فقدت عرضي وكرامتي. أنا لست تلك الزوجة، أنا لست تلك الزوجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرها زوجها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في أهله وماله. بدأت أصرخ: سامحني يا غانم، سامحني يا غانم، أنا لست أستحقك، سامحيني يا فاطمة، سامحيني يا ابنتي الجميلة، سامحني يا ولدي مراد. وجاءني من بعيد صوت ولد الرضيع مراد: ماما، ماما. في تلك اللحظة أقسمت على نفسي أن أعود إلى ربي: يا رب، يا رب، أنا سميرة التائبة، يا رب، أنا سميرة التائبة، يا من تقرؤون قصتي، يا من تسمعون قصتي، يا من تحسون بقصتي، ادعوا لي فأنا سميرة التائبة. تذكرت قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تذكرت تلك الآية، بدأت أنادي بكل خلية في جسمي: يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. كانوا يرون دموعي فلا يرحمونني، ويرون دعائي فيسخرون مني، كانت شتائمهم مثل السهام تخترق جسدي. أحدهم قال: الحين تقولين يا رب، الآن تقولين يا رب، وينك من زمان؟ لماذا لم تقوليها من زمان؟ قضى كل واحد منهم مراده. ركبت السيارة وأنا أجمع علي ما تبقى من عباءة الممزقة،
كان صاحبي في الخارج يدخن سيجارة، ثم ركب بجواري وبدأ يقود السيارة وهو يضحك. قال لي: لقد رحمناك من بكائك. قلت: بعد ماذا أيها النذر؟ لطمني على وجهي بشدة، سالت دماء شفتي ببطء، بدأت أتحسس مكان اللطمة. يا الله يا الله، إنه خدي الذي طالما قبلتني فيه فاطمة ابنتي. لم يتوقف بكائي حتى وضعني في نفس المكان الذي أخذني منه. جمعت عباءتي، دخلت منزل والدي وقدماي لا تحملاني من الألم. أسرعت إلى الحمام، غسلت وجهي بالماء، نظرت في المرآة لأرى نفسي في أول مرة بصورة قبيحة، أثر اللطمات على وجهي بارزة. غسلت وجهي أكثر من مرة وخرجت وأسرعت إلى غرفة القديمة التي تحمل كل ذكريات الماضي من طهر وعفاف وحشمة، وأغلقت الباب وانهرت من البكاء. بكيت كثيرا حتى أحسست أني سأفقد بصري. كانت فاطمة تطرق الباب: ماما ماما افتحي لي. وكنت أبكي. طرقت أمي الباب، فتحت، وجدتني بهذه الحالة المزرية. ضمتني إلى صدرها: بنيتي حبيبتي سميرة، ماذا أصابك؟ لقد أصابني صداع شديد، فسقطت على وجهي في السوق ولا أستطيع التحمل. كان واضحا من نبرات صوتي أنني أكذب. تركتني أمي وذهبت. أغلقت الباب وسمعت صوت المؤذن لصلاة العشاء. كان الأذان جميلا، إنه الله يناديني، فهل ستتوب علي؟ مرت الأيام الثلاثة وأنا لا أستلذ بنوم. كنت أتظاهر بأنني آكل مع أمي وأبنائي وأنا لا آكل. ضاعف جسمي كثيرا من كثرة البكاء وقلة النوم وعدم الأكل. جاء غانم من سفري، وجدني مصفرة الوجه حزينة كئيبة، لا أرفع بصري إلى وجهي. سميرة، ماذا بك حبيبتي؟ وأنا لا أجيب، فقط أنا تعبانة. أمسك بيدي، وفجأة بدأت اللحظات الرهيبة تعود على ذاكرتي كفيلم صغير يمر أمام عيني. لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي بشدة، وفجأة سقطت على الأرض. أفقت بعد يومين لأجد نفسي في غرفة العناية المركزة. قالوا لزوجي إنني أعاني من انهيار عصبي شديد. عدت إلى البكاء مرة أخرى. بدأت أقول لنفسي: أنا لا أستحق غانم لأنه شريف. فكرت في أن أطلب منه الطلاق. جاء وقت الزيارة، أمسك بيدي برفق وسالت دموعي: حبيبتي أخبري ماذا حدث؟ هل تشعرين بألم؟ كانت شفتاي ترتعشان كأنهما يريدان أن يقول شيئا. لست أعرفه. نظرات غانم إلي كادت تقتلني. ماذا بك؟ قالها بصعوبة: غانم غانم. وتحركت شفتاي وقالت: أريدك أن تطلقني. كانت تلك الكلمة مستحيلة، لكنني قلتها لأنني أعلم أنني دنست ثوب طهارتنا بذلك الحب المزيف. ألححت عليه كثيرا: أرجوك طلقني يا غانم، طلقني يا غانم، أنا لا أستحقك. فكان يقول: هل أنت مجنونة يا سميرة؟ عودي إلى الله. يا سميرة اقرأ القرآن. يا سميرة استغفر الله. كنت أبكي في داخلي فهو لا يعلم ما وقعت فيه. خرجت من المستشفى إلى بيت والدي. كان غانم حنونا علي لأقصى درجة. بدأت صحتي تتحسن، لكنني إلى الآن لا أزال أطلب منه الطلاق. فالذنب يؤنبني وناره تحرقني. أنا خدعت زوجي، أنا خنت عهد الله الذي بيننا. تركني غانم أستريح قليلا في بيت والدي، وهنا أنا الآن لا أدري ما أفعل. دخلت غرفتي الصغير وجلست على مكتبي القديم، وكتبت لكم يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام كلماتي هذه، لتعلموا أنه لا حب يأتي عن طريق شاشة أو هاتف أو لقاء، إنما الحب الحقيقي الذي يأتي كيفما شرعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يا من سمعتم قصتي أرجوكم قولوا: اللهم اغفر لسميرة، اللهم اغفر لسميرة ما فعلته، اللهم تجاوز عنها، اللهم اغفر لكل فتاة وشاب وقع فيما وقعت فيه. يا رب يا رب، أنا سميرة التائبة، تقبل مني توبتي. يا رب أعيتني الذنوب وأثقلت ظهري العيوب، ضاعت حياتي في المعاصي وأنا الآن أتوب. كم قد ركنت إلى الهوى وخدعت بالزيف الكذوب، وحملت أوزارا وهما وامتلأت من الكروب، واليوم أبصرت الضياء وأطعت علام الغيوب.
وشرحت يا ربي فؤادي وهديتني أحلى الدروب وأغثت صدري يا إلهي بسحائب الأمل الطروب حببت للإيمان روحي وحميتني من ذي الخطوب فارزقني يا رباه فوزا أمضي لخلد في الغروب. ولكن أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. كتبت حنان رسالتها المليئة بالآلام والدموع. عمري 26 سنة أحدثكم من خلف القضبان. كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة ورأيت أحمد فأحببته وأحبني. رأيت الدنيا في عينيه جميلة. أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه. أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد وأنا الكبيرة فأنا أمل البيت وسعادته. وتمر الأيام وأنا أقابل أحمدا في الجامعة ولا أستطيع البوح عما في قلبي له من حب وتقدير. وتنقضي السنة الثانية من الكلية. كان دائما يلاحظ قربي منه وضحكاتي معه وحديثي مع صديقاتي عنه لدرجة أنهم سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه. صارحنا بعضنا بالحب لكن ما العمل؟ هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك، لكنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف. ليس هناك حل إلا الزواج العرفي، وفعلا تم ما نريد. ووقعت في وحل الآثام. كانت لحظات السعادة قليلة لكن الشيطان كان يزينها. مرت الأيام، أمي تتعجب من شرود ذهني الدائم ووالدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام. تغير لوني واصفر وجهي وضعف جسمي كثيرا. كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو الله وتبكي وتقول يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح. كانت تلك الدعوة كخنجر يطعن فؤادي كلما سمعتها. لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد. همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام ويتقدم لخطبة الكثير من العرسان والشباب. وتهطل الدموع من عيني وأنا أرفض. ويسبني والدي سبا شديدا ويأمرني أن أقدم العصير للعريس وأدخل إلى غرفة الضيوف وعبرتي تسبقني على خدي. ويقول الوالد تقدمي يا حنان لا بأس إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب. كانت أعماقي تبكي وقد أدركت أني سقطت في مستنقع لا أدري هل سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسدي تقول لذلك العريس أرجوك لا تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موافقة وأهلي يجبرونني. ويعتذر الأول والثاني والثالث والعاشر وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد نظرات حب وإخاء. تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول احذري يا سعاد، احذري عندما تكبرين من حب يقودك إلى الحرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالتي هذه من عنبر النساء في سجن في إحدى الدول العربية. لقد شعرت يوما بصداع غريب. سقطت على الأرض وذهبت بي إحدى صديقاتي إلى الطبيب وكان الجواب مبروك أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة. جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات أرجوك يا أحمد الحقني الحقني أدركني. كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة عابرة وأن الليالي الطويلة التي كنا نقضيها كانت مجرد عبث ولهو. بدأت أطلب منه الزواج وأن يتقدم لخطبتي وأنني سأحاول من الوالد ألا يطلب منه شيئا. لكن كان يعتذر الوضع المادي صعب والحياة أكبر مما تتصورين وغيرها من الاعتذارات الواهية. ذهبنا إلى طبيب أجهضنا الجنين وأسقطناه. ومرت الأشهر وحمل آخر وحدث له ما حدث للحمل الأول. كنت حقيقة أسيرة لذلك الشاب أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة فلا تسألوني عنها. السنة الثالثة لم أنجح فيها.
كذبت على والداي وأخبرتهم أنني نجحت وعلي بعض المواد الدراسية فقط، حتى بعض صديقاتي كن يحذرنني من مغبة صحبة شاب وأنها تقود إلى هموم وآلام. لكن صدقوني يا إخواني، بعدي عن ربي سبحانه وتعالى كان هو السبب. ستقولون لي كيف صلاتك يا حنان وكيف قراءتك للقرآن؟ سأقول لكم أنا لا أعرف إلا قنوات الغناء وألعاب الكمبيوتر، أنا مقصرة مع ربي سبحانه وتعالى. صدقوني كم ذرفت الدموع ليلا على فراشي لأنفس عن الهم الذي يجتاح صدري. فكرت كثيرا ماذا أفعل مع أحمد، كانت المصيبة أنني رأيته يضحك مع بعض الفتيات في الجامعة، فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا، لأنني بعت عرضي بورقة صغيرة خدعنا أنفسنا أنها عقد زواج. فجأة اختفى أحمد من حياتي، هاتفه المحمول مغلق، لا يحضر إلى الجامعة. سألت عنه كل أصدقائه لكن لا خبر، 3 أشهر كاملة. وبعدها دخلت حنان أختكم إلى مستنقع الرذيلة، تعرفت على شاب آخر، أمضينا الوقت على الآلام التي كنا نظنها سعادة. فضحني ببعض الصور العارية، هربت من المنزل، ذهبت إلى إحدى الصديقات في قرية بعيدة، ملت مني صديقتي، خرجت من عندها لا أدري إلى أين. كنت في الليل وحيدة، تمر بي صورة والدي الحنون بابتسامته العذبة التي كان يستقبلني بها عند عودتي من الجامعة، صراخ أختي الصغرى سعاد عندما لا أحضر لها بعض الحلوى، نظرات أمي العطوفة إلي، آية الكرسي التي كانت معلقة في صالة المنزل، أذان الفجر، شاشة الكمبيوتر، أول مرة رأيت فيها أحمد، صور وصور وذكريات أليمة مرت علي وأنا لا أشعر. كنت أمشي في تلك القرية وحيدة، حنان هربت من أسرتها خوف الفضيحة، وهي الآن بلا أم ولا أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة، لن أكملها لكم، فأنتم تعرفون. ليالي حمراء في وكر صغير، ثم قضية آداب في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء في المدينة. هنا في السجن حيث الروائح الكريهة والصور الغاضبة بين أنياب لا ترحم، مخدرات وتدخين ومعاص وأمين. يا الله يا الله، كنت ستكونين مهندسة في يوم ما يا حنان، كنت ستسعدين والديك، لكن هذه نتيجة حب كاذب وزواج مزيف محرم. صدقوني يا شباب، أنا أبكي وفي قلبي توبة لله، أعلم أنني سأقضي هذه المدة ثم سأخرج إلى المجتمع مرة أخرى، لكنني لا أريد العودة إلى الحرام أبدا، لا أريد أن أرجع إلى الحرام. لقد أدركت معنى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بالله عليكم يا من سمعتم قصتي، ادعوا لي أن أخرج من سجني بقلب مؤمن تائب ونفس صادقة تقية. رأيتم هذه الصورة الأليمة يا شباب؟ أوصلت إلى مسامعكم هذه الألحان الحزينة يا فتيات؟ ترى هل انتفضت مشاعركم من قصة حنان؟ أسألكم بالله، كم حنان بين فتيات المسلمين، وكم أحمد بين شباب المسلمين؟ كم شاب وفتاة وقعوا في هذا الزنا المحرم، الزواج العرفي، يخفون عن أسرهم حقيقة آلامهم، ثم يلقون تلك الهموم على مجتمع يشتكي أصلا من فقر ورذيلة وأتعاب طويلة. إنه الشيطان يزين الشهوة العابرة لتكون علاقة سريعة ثم نهاية مميتة. آه من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات. انتفضت مشاعركم من قصة حنان؟ أسألكم بالله، كم حنان بين فتيات المسلمين، وكم أحمد بين شباب المسلمين؟ كم شاب وفتاة وقعوا في هذا الزنا المحرم، الزواج العرفي، يخفون عن أسرهم حقيقة آلامهم،
ثم يلقون تلك الهموم على مجتمع يشتكي أصلاً من فقر ورذيلة وأتعاب طويلة. إنه الشيطان يزين الشهوة العابرة لتكون علاقة سريعة ثم نهاية مميتة. آه من شبابنا وفتياتنا، آه من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات وتأسرهم الأغنيات وتقيدهم الشهوات، فيزدادون هموما على هموم وآلاما فوق آلام، ويعيشون حياة مليئة بالأوجاع والأسقام. خوف من الفضيحة وقلق على المستقبل وهروب من الواقع. ترى كم مرة بكت أم حنان العجوز، وكم مرة تألم والدها. تمر الأيام عليهم ولا يدرون أين ابنتهم. ترى ما هي مشاعر سعادة الصغيرة حينما تكبر لتخبرها الأم أن أختها ضائعة فقدوها وهي في زهرة وريعان الشباب. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، كم شاب طعن فؤاد فتاه، وكم فتاة طعنت أحلام والديها. كم شاب خدع نفسه قبل والديه فسقط ضحية شهوة، وكم فتاة أمست سلعة رخيصة تباع بالليلة والساعة. أليست تلك ذنوب منعت النصر أن يأتينا؟ أليست تلك مصائب أذلت رقبة أمتنا؟ إلى كل شاب وفتاة تعلق بهذه الصورة، تعلق بهذا الحرام، صورة الزواج العرفي، أدعوكم الليلة، أدعوكم اليوم أن تصححوا المسار والطريق. كن شجاعا أيها الشاب، وأنت أيتها الفتاة، إما أن تحيوا حياة كريمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نريد حراما يقود إلى ألم. كن شجاعا أيها الشاب، تقدم لخطبتها من أبيها إن كنت تحبها، وكوني شجاعة أختي وقولي لا أريد حراما يغضب الله، وأهلا بك في بيتنا إن كنت تحب الله. فإذا كانت القلوب قاسية والشهوة متسلطة فإليكم هذه الصور إن كنتم تستلذون بالحرام. فتذكروا كم من شاب عفيف صان عرضه لأنه لا يريد إغضاب ربه، وكم من فتاة صادقة حفظت نفسها لأنها تخشى عقاب مولاها. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا دموع الأمهات في المنازل، وزفرات الآباء المجهدين بالأعمال، وأحلام الأسر التي تنتظر أن يتخرج الشباب والفتيات ليرفعوا رأس الأمة عاليا. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر، تذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر والجوارح وركب فيكم الحب والمشاعر. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا صور أخوات لكم في فلسطين، ظلت تلك الفتيات يحافظن على أعراضهم وسط شهوة وجوع واحتلال، حتى أمسكت بهم أيدي الذئاب القذرة وهناك في معتقلات إسرائيل، فقدن أطهر ما يملك، ومع ذلك هن ثابتات على مقاومة المحتل ونصرة دين الله جل وعلا. يا من تتزوجين عرفيا، أختك هناك خلف القضبان تأكل طعاما فاسدا هذا إن أكلت، وتشرب ماء كدرا هذا إن شربت. ظهرها يشتكي من سياط صهيون، وعظامها تصرخ من صقيع الغرفة الإسمنتية التي لا غطاء فيها ولا فراش، ومع هذا فهي أنثى تعيش لهدف وتحيا من أجل رسالة وتقاوم من أجل عقيدة. يا من تتزوج عرفيا، هل تلك اللذة، هل تلك اللذة التي تجدها في أحضان من تنام معك تنسيك صراخ إخوانك الأسرى في كوبا؟ هل تلك اللذة تنسيك أنين إخوانك الجوعى في دارفور وإثيوبيا؟ دموع تجري وآلام تفري وإخوانك صابرون على لا إله إلا الله. ترى ما هو هدفك، ما هو هدفك أن تصاحب هذه وتلك وأن تضاجع هذه وهذه، ثم ماذا بعدها؟ هل قدمت لدينك شيئا؟ هل نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في دينه ونفسه وشريعته حتى وهو في قبره؟ ترى هل أنت مستعد لرحيلك عن الدنيا؟ إن الذي خلقك وكونك وأوجدك وأجرى الدم في عروقك نهاك عن زواج كهذا وعن علاقة كهذه. واستمع إلى نصيحة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي من كان قادرا على الزواج فليتزوج. طيب، ومن لم يكن قادرا ماذا يصنع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالصوم يخفف الشهوة ويذهبها. فهل يا أخي فكرت أن تعمل بهذه الوصفة النبوية؟ والله والله فيها الخير والفلاح والفوز والنجاح. ثم مع هذا غض بصرك عن الحرام، وأنت كذلك أختي غضي بصرك عن الحرام. ألم تصل إليكم هذه الآية الجميلة؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله أكبر، ما أعظم توجيه الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو العالم بكيفية إصلاح النفوس. إلى كل شاب وفتاة، إلى كل شاب وفتاة بينهما علاقة محرمة اسمها زواج عرفي، أقول: لنجعل هذه الليلة ليلة توبة وإقبال وصدق مع الملك المتعال، لنذرف الدموع ولنسجد في محراب الخضوع ولنقول: يا رب يا رب، أنت ترى حال هؤلاء الشباب، أنت مطلع على حال هاتيك الفتيات، خذ بأيديهم يا رب إلى الحلال، دلهم على طريق السعادة والراحة، اجعلهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم. وقفة يا أحباب، شاهدوا هذه الصورة الجميلة. خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين العظيمة التي أقرأها ربها سبحانه وتعالى السلام، رأت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، واطلعت على شمائله وأخلاقه وصفاته، فتمنت من قلبها أن تتزوجه، لكن زواج بالطريق الصحيح، مع أنهم في الجاهلية التي كانت مملوءة بالمعاصي والآثام وأنواع من الزواجات المحرمة. وفجأة تزور خديجة رضي الله عنها إحدى صديقاتها، وتلمح تلك المرأة في عيني خديجة الرغبة في الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فتذهب سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، هل لك أن تتزوج من امرأة ذات شرف ومال وحسب؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن أنا لا مال لدي ولا مؤونة. وتجيب تلك المرأة: لقد كفيت ذلك كله، هل تعلم من هي يا محمد؟ إنها خديجة بنت خويلد السيدة الغنية. وتعلو الفرحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفكر في الحرام أبدا، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليخبره برغبته، فهو ولي أمره وليس من الأدب أن يتجاوزه ليفعل ما يريد، مع أنه رجل ويستطيع أن يفعل ما يشتهي، لكنه الأدب. فالمسألة زواج دائم وليست علاقة عاطفية عابرة، وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال، وهكذا تكون المروءة والشهامة. ويوافق عم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة. وفي تلك اللحظات تستعد الأسرتان لاستقبال هذا الحدث الكبير، ويجتمع أولياء الأمور ويدون التأريخ لنا خطبة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة التي ألقاها عمه أبو طالب في ذلك المجلس الموقر. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وقد بذل لها من المهر 12 أوقية ذهبا، وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. ثم تم الزواج. سبحان الله،
وتمر الأيام، زواج مبارك وحب دافئ ومشاعر صادقة، ويعيش الزوجان أجمل حياة. أرأيتم بركة الحلال؟ أو أحسستم بروعة الصراحة وعدم الخفاء؟ إذن لما لا يكون هذا هو حال كل شاب وفتاة يرغبان في الزواج مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف. والله يا شباب، والله يا فتيات، لا شيء أجمل من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم من مرضاته. أليس ربنا سبحانه هو الذي خلقنا؟ أليس هو من أوجدنا؟ أليس هو من جعل المرأة تحب الرجل والرجل يحب المرأة؟ إذن لماذا نبتعد عن طريقه سبحانه؟ ولماذا نأخذ بقوانين غير التي وضعها لنا ربنا جل وعلا؟ إن الإسلام أيها الأحباب وضع شروطا وضوابط لتعامل الرجال مع النساء، وهذه الشروط والضوابط هي في مصلحة الجميع، حتى لا يعض شاب أصابع الندم، وحتى لا تبكي فتاة على طهر ضائع. ليكن شعارنا الليلة يا شباب، ليكن شعارنا جميعا الحب، إما أن يكون كما يرضي الله وإلا فلا. لحظة يا أحباب، أطرح عليكم سؤالا: ما الذي يقود الشباب والفتيات إلى علاقة كهذه أو إلى حب كهذا؟ أليس الإعجاب؟ وكيف يبدأ الإعجاب؟ بنظرة جميلة وابتسامة وردية ومزاح وحديث بين أروقة الجامعة أو في حديقة أو نزهة، ثم شيئا فشيئا يتعلقان ببعضهما ليتزوجا عرفيا. سبحان الله، ترى ماذا سيكون الحال لو أننا غضبنا أبصارنا عن الحرام؟ أليس كنا سنحمي أنفسنا من هذه المآسي؟ أرجوكم أعطوني أسماعكم وتأملوا هذه الكلمات الإلهية العظيمة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله يا الله، هل سمعت أختي هذا النداء من ربنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين؟ فما بالك ببقية النساء؟ لا تخضعي أختي ولا تليني في الحديث، لا تخرجي متبرجة غير محجبة، إياك أن تظني أن هذه قيود تمنعك حريتك، إياك أن تظني أنها ضيق وهم. لا والله لا والله، بل هي سعادة وانشراح وراحة وأفراح. بالله عليكم يا أحباب، هل أحد أحرص علينا من ربنا؟ هل أحد يزكينا ويطهرنا أكثر من تطهير الله لنا وتزكيته لقلوبنا؟ لذلك قال الله جل وعلا في الآية السابقة: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. والله لو استشعرنا عظمة الله وحكمته سبحانه وأنه الخالق المكون لهذه الدنيا لأدركنا أننا جزء من هذا الكون، فلا يحق لنا أن نتمرد على شريعة ربنا جل وعلا. يا كل فتاة تحب، ويا كل شاب يعشق، يا كل اثنين أحبا بعضهما ويخافان أن يقودهما الحب إلى حرام، أقول لكم الليلة: لما لا نحب من جعلنا نحب؟ لما لا نحب من جعلنا نحب؟ إنه الله.